أصل يا معلم صارت مشاهدة. إيش المؤامرة اللي قاعدين تحكوها؟ رجال أعمال محمد أبو الخير ارفع ارفع أبو الخير ضيفني على الفيسبوك اليوم ضيفني يا زين مختار والله هذا أروق واحد في العالم كله المهم مبورد يا خال مبورد ومبسوط والله مبوردين هذا أهم شيء ولا طلعت من المية خليهم يكملوا لحال مش بدنا فيهم يعني والله عمران إنك شيخ يلا يا معلم وين النظام؟ خلينا نبلش نجهز يلا هاي أنا موجود بدي أساعدك اليوم غسلت البوت في المي أكيد مش راح يلحق ينشف يعني بس على الأقل نشيل منه الإطراب نحرد ألبسه كمان شوي ونرجع طريق العودة التجهيزات أنا أخذها من وسط بس الله إيش في أحلى من هيك يا معلم غدا تحت الشلال لو خلطت في بعض بصير شي شي يعني مش معقول انت علي؟ لو خلطت في بعض ما بصير شي يعني يلا خلينا سكر الفيديو خلنا اساعدك شوي شلتك مالك اسمع كل شلتك مالك كلها الزرقاء شلتك مالك خلص قعداتك كويس معلم قعداتك كويس مالك الله يا عمر الله يهينك شيلها بس هاي ايش هي عشان اتفاق عليها النار 100% يعني ما تقدر 100 ثانية بس قد ما اخذها اللي انا جبتها وينها؟ المهم الاكل بين والكفاتير موجودات ها خلاص 100% شريك بقول لك خايف ما يتاخر لا هو لازم ما يتاخر لازم نطلع الساعه ما يتاخر يحسب حساب اقل شيء اقل شيء انا حساب اقل شيء ساعتين بدنا لا كيلو رايح جاي بس تاكد من ابو السام ورجع من هون ما قال ليش بدك ساعتين بقول لك ساعتين بدك يعني بدك تحسب حسابك انك تطلع من هون على 5 زي منظرها بس هيك زاكي الله يسلم ايديك يا معلم اليوم بدك تعمل حسابي انا دبل لا فيش بطاطا عشان نسينا نجيبها ربل سيدي خلاص نقلبها اليوم كيتو كامل نخفف كارب شوي الثانيه كيتو فريندلي هاي عشان مع ذره لا الذره شوي الذره انا حبتين ذره بعمل شيء يا زلمه خربوش الدنيا يس وين باقي الاكياس زلمه؟ اللي عرقلته كفاكير يا كم كيس كله؟ كله؟ أربعة والله شوف الكفاكير ابو حميد ده كمان عمر وين الكفاكير يا جماعه؟ كيس الرابع شنطة مالك شوف الكفاكير هي حطيته هناك ليه؟ الكفاكير شنطة مالك اعطونا شوية مية بس بينوا ها تعطيني واحدة ها لما بدك نبلش نقلب قلنا معلف بدك حرك يلا احنا انتقلنا للاراضي المرتفعه هايلاندز مع الهايلاندز عشان نراقب العمليه من بعد
مراقب عن كثر. نعم مراقبينكم شايفينكم. اصحك 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 تنحرق. اصحك الصاجية كله ولا الصاجية. يو مان هاي الاكل جاهز يلا تفضلوا. بس طولتوا حجي 2:30 ساعة كل جروبات روحت. اكل جاهز تفضلي تفضلي. يا شمان ابو عتوم لانش از ريدي. ظل طالع فوق ظل طالع فوق. غز يا معلم غز. في خبز ابيض وخبز اسمر. يلا مران اطلق. اهم شيء الاكل الكل لازم يصوره. يلا الان الشباب ياكلوا الصبايا بعدها نبدا طريق العوده. انفصلت عن الجروب شوي مشيت لقدام هم قاعدين يريحوا. يا اخوان ما بتقدروا الراحة النفسية ما بتقدروا صوت المي وهالجبال الفخمة اللي وراي. جد اشي مش معقول. خليني الف لكم لفة كاملة. شوفوا النخل اللي طالع على الجبال. هسه بقلب الكاميرا ونرجع باتجاه للشلال. هات نرجع باتجاه الشلال. ارجع انضم للجروب وشكلهم على وشك يبلشوا في طريق العودة. Yes. فيش انترنت ولا نو سيرفيس ولا شحطة ولا دقرة ولا اي شيء. اه نخاطب شركة زين. احنا بدنا بوادي الشرك نت او كل اسبوع يرنوا علينا نشوفوا وين ما نطلع ويعملوا لنا نت. والله اجبار. اورنج 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 وزين نخاطبكم. لا بديش عمر ما بدي. هذا اختراع جميل تحط النسكافيه في كيس من هاي الملاقط ان شاء الله حلوه. ورجيكم هذا كيسين جوا بعد من نوع ابو سحاب عشان تحمي الموبايل في المسارات المائيه او اي شغله الكترونيه. هاي الشباب يختفوا عليهم يحطوا لهم مي سخنه مع النسكافيه. طبعا اورجيكم
أجمل شعور برود في العالم، ما في شيء أحلى من هيك جد. في جروبات ثانية هون، فخمة أنت يا زعيمة فخمة. بحكي لك في حاكم ذكي كان في زيارة للسجن تاع الدولة تبعيته أو القرية أو البلدة، فراح عند أخطر مجرم فيها بدي يعمل معاه تجربة ذهنية عشان يشوف كيف يعني سلوكه وتصرفه. دخل عليه على الزنزانة وحكى له إنه أنا بدي أعطيك فرصة، أنا وجميع الحراس وكل الناس اللي عاملين في السجن راح نطلع برا السجن ونوقف في مكان بعيد عن السجن، وأنت راح يكون معك مدة ساعة أو ساعتين إنك تهرب، ما حد راح يمسكك ولا حد راح يوقفك ولا حد راح يطخ عليك أو حدا يعني يخترقك، إذا قدرت تهرب هيك هربت. فبقول لك قال له زي هيك وطلع من عنده وسكر باب وراح. هذاك أول ما شاف ما صدقش، بعدين شاف فعلا كل الناس روحوا والحراس والدنيا راحوا. شو بلش؟ مسك لك هالعصاية بقى مخبيها ولا حديدة وبلش يحفر 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 بالحيط، تمنه كسر الحيط وخزقه وطلع على جهة ثانية وامشي وزحف وكه يعني بالسجن بالمزاريب التهوية، يعني خلينا نحكي التفاصيل داخل السجن، لحد ما وصل عند جدار أو شيء سميك ما قدر يعني يحفره بالإشي اللي معاه لأنه أداة يعني بسيطة، وخلص خلص المهلة واجوا عليه ومسكوه ورجعوا حبسوه. فحكالي يعني أنت أعطيتني فرصة ساعة مش منطقية، مش فرصة أصلا يعني، أنت أعطيتني أنت يعني غدرت فيه. فحكالي لا أنت ما جربت أبسط حل، أنا خليت الباب مفتوح وراي بس طبق طبق ما سكرت المفتاح، بس انت عشان فكرك كسجين انك الهروب ما بيكون بالسهولة من الباب، فما جربت ابسط حل بالحياة، رحت تبحش وتحفر الحيط وتخزق وتساوي وتحت الارض. هاي ذكرتني بتجربة عملوها، كانوا يربطوا برجل الفيل شغل ثقيل يربطوه على الشجرة، بعدين صاروا يربطوا له مكعب بوليسترين خفيف بالضبط، فبطل يحاول يهرب اصلا، بطل يحاول لانه حس رجله مربوطة. اوه اصلا يا معلم يسلم ايديك. فدائما simplest solution is the better، أبسط الحلول هي الأفضل، طالما في حل بسيط بحل قضيتك هو الأحسن، اختاره هو، ليش تروح ليش المعقد؟ ليش تروح ليش؟ خلص يعني الحل البسيط استخدمه واختاره، الطريق البسيط استخدمه. يعطيكم العافية، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. احنا عاملين شو اسمه؟ جلسة استراحة خفيفة. السلام عليكم. نسولف سوالف. بدك ترتاح ارتاح، أنا حكيت لك ما عنديش مشكلة. أورجيكم العادة الجديدة اللي اكتسبتها. زي ما بدك، أز يو لايك. صرت آخذ سوفينير. أموركم تمام؟ زي هيك انرجي ستونز حجارة أحس إنه فيها طاقة. قدامك على الخبير. أنتوا آخر شيء. سيبوكم من هالسالفة. لا منشي. الله يسامحها اللي علمتني هالسالفة. ليتس جو. بارد المي معك كمان؟ وإحنا هيك قربنا على نهاية المسار، هاي الشباب الفخمة كلها هون. حبيبنا كوتش. وهي آخر الواصلين. وسيد المحروق وعمران الفخم يتمنوا لكم يوما مليئا بالورود وتكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. هندسة العضلات.